ياك والو ما كاينه الخدمه لا والو ما كاينه ماشي ما ولكن ضروري انت عارف باش تبقى مريح في الدار ضروري تدبر على راسك فهمتي الواحد اللي غتكون على الوالدين ديالكم كتصرفوا عليهم اه ضروري عندي ودابا موجدين شي فلوس لعيد كبير هو ضروري مع توجد الوالد فهمتي خصك ضروري تجمع مصاريف ديالك راه انت عارف بزاف العيد الكبير دابا كتشوف السوق شحال دايرين راه انت عارف الغلا والله حتى بزاف والله اللهم زيد مع شحال كعدي اللهم عاد سلك وصافي مع هاد الحكومه هادي راه انت عارف هو داك الشيء كي اللي كاين عاد نسلكوا معاهم وصافي المهم ما نقولوش وصافي راه انت عارف ديباني وراسنا راه فاش ما كان فهمتي يعني راه انت عارف لا من هادشي اللي كاين هذاك الشيء اللي كاين على شي من يوصل ان شاء الله العيد الكبير يفرج ربي يجيب الرزق هذاك الشيء اللي كاين رزق الله فهمتي اللهم اش كديروا مع الوقت والله تا حنا كنعديو صافي والله عام هاد الحياه غير سلاك وصافي والله ضروري خدم شي شركه ما تفعش لا والو والله عفاش ما كانوا صافي المهم كيفاش نطلبوا الخدمه ديالنا قبلوا مرحبا ما خلص رحنا غير صافي فاش ما كان رحنا خدامين المهم ديباني راسك ما تبقاش مريح وصافي فهمتي داكشي اللي كاين على شي ضروري خاصك ضروري المهم ما تخليش راسك بلاش يعني راه تعارف هضر ما بقى ما يعقل عليك حتى شي واحد في هذه البلاد انت جاني كدير شي بيعه وشريا ولا شي حتى صحيبك يعني كنفكر فيها وصافي والله كنفكر فيها ان شاء الله والله وما كرهناش نحيدو من هذه البلاد كاع والله وكان شي قانوني ملي كنت بغا نمشي يعني ما لقيناهاش هذا القانون ديالها ما لقيناهاش عيد ندبر عليها واش غادي شي زعما تريسكي فاش ما كان المهم اشوف هذاك الشيء بقى مكتوب اللي جا فيها اللي دارها ربي هي اللي كاين كتاب نقطعو مكتوب صرا مع حنايا فاش اللي جابها هي الله داك الشيء اللي كاين على شي نعطيو الصديق ديالك كما قال الصديق ديالك كما كتشاطوا الضعيف ديال كما قال اه والله ما كرهناش نضربوها بشي حرقه وتهناو كاع ضرب شي اماره فابور ب 1700 ما كاينه معنا كنا ما كرهناش نخوا هذا المغرب هذا والله ما كتدفعوش مع داك شي ديبلومات وشي سيفيات لا والو عاود هذا المغرب فيه شي سيفيات والو واخا يكون عندك ديبلوم اه هذا البلاد ما بقاش صالح والله لا ما بقاش صالح يعني اوروبا هي الحل الوحيد اوروبا هي الحل الوحيد والله غتبقى هنايا ضايع قسما بالله ديال المغرب فيه سميتو ولا كان يعني خصك تكون واصل لا بغيتي تكون عندك فيه خصك تكون واصل يعني بنادم الشعبي راه انت عارف راه دايما محقور يعني بنادم اللي عندوش مسكين راه انت عارف يعني راه دايما محقور ها ما كاين اللي محالوش مسكين ما لاقيش تما ياكل واش دابا على العيد الكبير دابا جاي ودابا شكون بنادم مسكين زعما ما معيتش كاع كاين اللي ما معيتش ما عندو مع كاين اللي ما كياكلوش كاع اللحم ما كياكلوش كاين اللي قلب على طريف الخبز ما لقاش علاش المغرب ضعيف يعني الحكومه مضعفه ما خلاش تطلع هذه الحكومه ما كنتمناو يديروا لنا شي حل والله والله كنتمناو شي حل من عندهم زوين والله هذا الشيء اللي كنطلبوا منهم حنايا ما كنطلبوش منهم شكرا الدراري والله يسهل عليكم والله امين حتى انت يا خويا زين الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك لكم السلام ورحمه الله اخويا الله يحفظك عم واش عمرها دارت بك ها عمرها دارت بك لا عمرها في حياتك ما دارتش لا ما عمرها دارت بيه في حياتي كاع لا والو غنشوفو كاين اش بعد اللقطات وصافي اه بعد اللقطات وصافي اش غدي بحال اش تقريبا اللقطات اللي كتهضر عليك شي حاجه بسيطه زعما اه شي حاجه بسيطه بحال اش تقريبا ها اه ايوا حنا محنسرين في هذا المغرب ضايعين لا خدمه لا ردمه لا والو تتخدم حتى تتعيا في الاخر ما كاين والو ما كاين والو بالنسبه للخدمه ديالك ها خدمتك تماره كوفي تمارا هو الدري هو خدام معايا مسكين هو في تمارا لا الدومين ديالكم الاصلي الدومين اللي كتخدموا فيه تمارا تمارا اي حاجه دومين اي حاجه سودو ليكه ليكه المهم ديباني وراسنا وصافي دابا كيدايرين مع الوقت ايوا حنا تنعديو في الوقت وصافي اش غدي دابا خصوصا العيد كبير جاي على الابواب ضروري تجدد لي شي فليسات ضروري